ست منى، احنا اتولدنا في بيئه لا فيها كهرباء ولا فيها ميه ولا فيها تليفون. وانا كنت بكتب على مدى 15 سنه في الاهرام العربي باب اسمه غواص، فكتبت مقال عنوانه دار بلا فواتير. فدارنا ما كانش بيجي لها فاتوره، لا فيها كهرباء ولا فيها ميه ولا فيها تليفون ولا فيها فن ولا فيها لعب. فيها فن ازاي بقى؟ اسمعي، فيها فن يعني عجز عن تصويره المصورون وفشل في العثور عليه الباحثون عن الفن. فيها فن جميع من فيها بيسمع أم كلثوم وبيصبح حافظ الأغنية بتاعتها. وأنا ما زلت وأنا صغير راحت الأغنية وراح كاتبها وملحنها وبقيت كلماتها اللي ينفع تتقال في السياق الإلهي. هواك نسى الزمان طبعه وخد منه الأمان لينا، ودارى عننا دمعه وخلاه ما دري بينا. هواك هو اللي خلى العمر غالي وبالسن يحسبه مش بالليالي. أودي الكلمات دي فين؟ وهل واحد يسمع الكلمات دي ويبقى فاهم معناها تقولي عايش بلا فن؟ طب والسينما لا ليه يا دكتور؟ شوفي، كان زمان ضيفي لقول القائلين اللي بيلعب بايظ السينما لعب عيال. قبل بقى الناس ما تتنور وتتحضر وتعرف انه فن راقي ده رأي حضرتك لحد دلوقتي؟ لا يا حبيبتي، انا ليا رأي بجملة واحدة. الصيادين بتوع الميديا هدية شدية اللي هيسمعوني أنا وإنت دلوقتي إن شاء الله مش هيجدوا كلمة واحدة تحقق مقربهم بقول لهم ناموا أو اكسروا الألم لهبة للي معاكوا ده. الفن كله في نظر مبروك عطية رسالة توجيه مجتمعي نحو السلوك الأفضل والخلق الرفيع والعمل الرشيد. أدى هذه بقى فن، أدى غيرها يبقى لهو. ونقلب الصفحة على فكرة. طب وحضرتك لما ترفض السينما بشكل عام تعرف ازاي هي بتقدم رساله ولا لا؟ بتبني مجتمع ولا لا؟ شوف انا هقول لك، حلو السؤال ده قوي. انا الود ودي ان انا اعرف قبل ما ادخلها ان اللي انا هشوفه ده قبل ما ادخله وقبل ما اشوفه رساله راقيه من تعبير النقاد والمثقفين واللي شافوه قبلي وهم امناء عليا. مبروك عطيه. ماله؟ مبروك عطيه في النهايات. حكم حضرتك على السينما والفن. ولا اشوفهم ولا بشوفهم. انا ما بشوفهمش، مفيش لا وقت عندي ولا استعداد نفسي ان انا محروم من حاجه عايز اشوفها اطلاقا. لكن حد من احفادي حب يدخل السينما كنت سعيد جدا وانا بقول له عملت ايه، وما سالتوش ايه مضمون الفيلم واحكي لي، لا خالص. هو عايز يروح السينما يروح السينما. ما سالتوش حتى عن الفيلم؟ خالص. اساله ليه؟ اللي شافه شاف. المهم ان هو ناجح وطلع الاول. يعني ده اللي يعنيني انا. لما راح سينما لعب كوره، طب انا عندي كابتن احمد طه مبروك. ان شاء الله يبقى امتداد لمحمد صلاح. والله العظيم هتسيبه يلعب؟ جدا. عشان اللعب ده بيجيب فلوس؟ عشان اللعب ده بيجيب فلوس؟ لا خالص نهائي. الله. لا خالص نهائي. لانه واحد الاول على معهده. ده اللي يهمني انا. عايز يحقق له رغبه، عنده رغبه. بس ده درس عمرك يا دكتور. درس عمري افرضه على حفيدي بعد زي ما قلت انت 50 سنه. ما هو والدك فرضه عليك. والدي فرضه عليا لان والده فرضه عليه وتعاقبت الاجيال على هذا. وعلى فكره الناس ما كانش عندها استعداد تعرف غيره، لاني انا بقول لك لا كهرباء ولا مي ولا تليفون والارض تسقي. طب ما حضرتك قلت لازم الاب والام يفتشوا موبايلات اولادهم. هو انا مش فاكر كلمه نفتشه، ولكن يتابعوا. قلت من حق الاب والام تفتيش موبايلات اولادهم؟ طبعا بقى مصممة على التفتيش. خليها تفتيش. هو تفتيش امن الدوله؟ لا خليها تفتيش. ايه المشكله؟ ده ابني. ابني ده ابني. معناها ان انا افرض عليه افكاري واتخطى خصوصيته؟ لا واتجسس على إطلاقاً. اشياء ده دي اضافه الى خصوصيته. يعرف ان له اب.
ازاي يا دكتور؟ يا نهار ابيض، المفروض اعلم ابني انه مش من حقه يتطفل على خصوصيات حد. انا لما امسك كراسه لابني وانه يكون مستقل مش تابع، انا لما امسك كراسه لابني والاقيه كاتب موضوع حلو لا اثني عليه، لما الاقيه كاتب موضوع سيء لا تمسك كراسته يا دكتور. معرفش مين، ولو انه المفروض لما هو يعرضها عليك مش المفروض برضو ان حضرتك تفتح كتابه او كراسته لوحدك بدون كويس اذنه؟ كويس، على فكره الموضوع ده فيه شويه مغالطات يا ريت نصلحها. شفت حديث النبي عليه الصلاه والسلام، انت ومالك لابيك؟ هيبقى تليفونك مش لابوك. لا لا لا، ده معنى تاني يا دكتور. طيب ما تلعبش باللغه معايا. انت قادره؟ ده معنى تاني. يبقى انت قادره. اولا هو ده تأثيره على شخصية الطفل غلط. خلاص، حضرتك ما بتعلموش الاستقلالية، حضرتك ما بتعلموش حدوده اللي يقف عندها وانا في خصوصيات الآخر. أنا حريحك. ليه مش عايزة تفتحي؟ بعدين ولا تجسسه. ليه مش عايزة تفتحي؟ إذا كان ده هيأثر بالسلب على ابني والله ما أجي جار. إن ما كانش ابني هو بنفسه يديني شنطته ويديني موبايله وشوف يا بابا اطمن عليا، وساعتها مش هشوف. العملية سهلة، أنا ابني يا حتة مني يا شخصية منفصلة. شخصية منفصلة هنقول بقى له عليه.